عايز أبدأ بفكرة الثقة، خاصة وجائحة كورونا منتشرة. إزاي إن أنا النهاردة كموسيماني يعني أزرع فكرة الثقة دي في جميع اللعيبة، وفكرة إن هم يعتبروا نفسهم أساسيين كابتن محمد ويلعبوا بالمنطق ده إن مفيش ولا واحد بديل. فكرة كورونا وموسيماني إزاي يخلق ده في اللعيبة؟ هو طبعا يعني الكورونا طبعا فرض نفسها على الساحة. الحظ ان الماتش توقيته ده جاي في توقيت كورونا برضو، يعني شدت خلال موجة فترة موجة عليت. احنا كل يوم نسمع خبر عن واحد اتصاب. اكيد اللعيبة كلها يعني فقررت نفسها، ما حدش عارف مين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب دلوقتي. يعني هو اهم حاجة عند الراجل دلوقتي انه يعدي بس الثلاث ايام دول لغاية الماتش. الناس الحمد لله سلام، بغض النظر بقى على اللياقة البدنية، بغض النظر عن كذا كذا. أيوة. هي اهم حاجة دلوقتي، لان حتى دلوقتي مفيش وقت لو حد جاله كورونا يبقى في عزل عشان يتعمل له مساحات تانية، لان المفروض المسحة هتعمل قبلها ب 48 ساعة، يعني الاربع يوم الاربع للاتحاد يعني لفريقه. فما بقى مفيش وقت. فاعتقد ان الراجل برضه حاطط في دماغه الكلام ده، محضر مجموعة من اللعيبة، حاطط طبعا ال 11 في دماغه، وحاطط برضه بدايل كتيرة تحسبا لأي حاجة ممكن تحصل. ما هي الجو للعيبة كلها انها يعني كل واحد ممكن يلعب، يعني نتيجة للظروف اللي احنا شايفينها دي اي بديل دلوقتي ممكن يبدأ المباراة، ودي حاجة مهمة جدا ان حتى البديل لازم يبقى حاطط في اعتباره انه ممكن يبدأ أساسي. المباراة اساسي عشان يبتدي برضه يركز من دلوقتي، لان في لعيبه، بعض اللعيبه بتحس انها يعني مش مثلا مش هتبدا المباراه في تركيز يقل، التركيز يقل. لازم كله يبقى مركز كويس قوي، لان هو اهم حاجه طبعا هو التركيز في المباراه اللي جايه دي، واهم حاجه فيها حاله اللعيبه طبعا يوم المباراه.